هنا في أطراف مدينة الكوت بمحافظة واسط تطمر أطنان النفايات يوميا لتكون سببا رئيسا في انتشار الأمراض وتلوث الهواء والتربة. لا يوجد أي معمل لتدوير النفايات في محافظة واسط، والذي من شأنه الحد من انتشارها وتقليل نسب التلوث الكبيرة، إضافة إلى تشغيل أياد عاملة جديدة من شباب واسط. إهمال إداري لملف البيئة مرفوض بالنسبة لسكان المحافظة المطالبين بإيجاد البديل الأنسب لمشكلة طمر النفايات. الطمر الصحي حالياً في محافظة واسط يعتمد على آليات قديمة جداً، مما يؤثر بالسلب على البيئة، بيئة المحافظة. نطالب الحكومة المحلية في محافظة واسط وهيئة استثمار محافظة واسط بإعلان فرصة استثمارية لمعمل تدوير النفايات في المحافظة لأهميتها على البيئة وصحة المواطن. اليوم نلاحظ مدينة الكوت أصبحت عبارة عن مكب النفايات. ويقع موقع الطمر الصحي للنفايات على طريق الكوت بدرة، ولا يبعد عن مركز المحافظة سوى كيلومترات معدودة. ورغم تلك المعطيات، إلا أن بلدية الكوت أكدت في وقت سابق بأن وزارة المالية لم تخصص الأموال اللازمة ولم تكمل إجراءات التخصيص للمساحة المرشحة لبناء معمل تدوير النفايات. زيادة سكانية واضحة، وكذلك حجم النفايات كذلك بازدياد، والمساحات اللي تستخدمها البلديات لغرض طمر النفايات كبيرة جدا، والطريقة كذلك كما أشرنا يعني هي بدائية، لذلك يجب البحث عن طريقة حديثة ملائمة للبيئة. مشهد انتشار أكوام النفايات على أطراف المدن لا يقتصر على محافظة واسط فقط، فالمشكلة هذه منتشرة في معظم محافظات العراق دون معالجة حكومية حقيقية.